الخير. أهلا وسهلا. أهلين صباح الخيرات والنيرات. أهلا وسهلا حضرتك. جارنا الجديد ساكن بالبناية ولا أنا غلطان؟ لا 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 لا، ما أنا غلطان منو، أنا أبو حمزة جاركم الجديد ساكن بالبناية صار لي 10 أيام. يا ميت أهلا وسهلا. يا أهلا وسهلا مرحبا. وإن شاء الله عجبتك الشقة. إيه عجبتني كتير. ليش لحتى ما تعجبني جيرة مثل حكاية؟ تسلم لي. على كل حال هذه اللي طلع لنا من وردة الوالد الله يرحمه ويحسن إليه. يا سيدي رحمة الله. رحمة الله عليه. والله فرصة سعيدة يا جار، ما شرفنا. ولو الله يزيدك شرف، نحن اللي بنتشرف. هو الحقيقة كنت قلت لك تفضل بارك لنا بالشقة، بس لساتنا عم نضبضب، ما تركنا. الله وكيلك، راسنا لفوق ورجلينا لتحت. بعين الله أبو حمزة، بعين الله. يلا السلام عليكم. الله معك يا سيدي، مع السلامة. الله معك جار. لوين طريقك جار؟ على المزة. على المزة؟ عظيم كتير. شوف الصدفة ما أحلاها. شوف. أني صدفة؟ يعني يا ريتني متمني من ربي شي محرز. أصبح هلأ بتاخدني معك وبتنزلني بالشارع على طريقك، يعني إذا ما فيها سئلة. لا ولو يا جار، تكرم عينك على عيني ورأسي. لا ولو يا جار، تكرم عينك على عيني ورأسي. تقبرني تقبرني أنت وألفاظك ما أحلاها. يلا حبيبي يلا. يا سلام. تفضل جار. ايه والله العمر. شو يا اخي؟ سكرة بضطر الحلق. ها ها، معناها شغلك بالسكاكر انت اذا ما خاب ظني. لا والله انا متخرج من الجامعة جديد وهلا فاتح سوبر ماركت صغير. سيدي الله يرزقك ويرزقنا. انا موظف بشركة مقاولات، شركة كبيرة كتير. والسبعة انعام. الله يوفقك يا جار. الله يوفقنا جميع. نزلني هون 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 لو سمحت هون. تكرم عينك. شكرا كثير حبيب قلبي، تأمر عظامي يا حق. الله معك يا روحي. ليش تأخرت يا ابو حمزه؟ المدير اجى بكير اليوم. شو تسوي لك فجأة؟ فوت. شو الحكي؟ سأل عني؟ لا لسه ما سأل عنك، بس اليوم خلاقه ضيق كثير. ها شو الحكي؟ الله يستر. يلا. ايه سنوقة، بدك شيء؟ لا يا عمري سلامتك. بدك تضل المساء ولا جاي على الغداء؟ لا جاي اتغدى بالبيت. جيب لك شيء بطريقي؟ لا يسلموا ايديك. بالمناسبة الشقة الفاضية اللي بنايتنا سكنت امبارح، تعرفت على جارنا ووصلته بطريقي بالسيارة. بالله؟ ايه. وكيف شفته؟ شفت لك يا آدمي وابن حلال. سيدي كل العالم خير وبركة. قلتك. يلا خاطري. مع السلامة. صباح الخير جار. صباح النور يا جاري، طمني عنك. شلونك؟ يخلي رياك، يخلي رياك إلهي. الله يطول عمرك. الحمد لله الحمد لله، دائما بقول الحمد لله. بس شو خطر على بالي اليوم؟ قلت لحالي يا ولد ليش ما بتنزل وبتنطره احسن ما تروح عليه تفصيله. على طريقك يعني. يا ميت اهلا وسهلا. تكرم عينك. تسلم لي قلبي. لا يخلي رياك. تكرم عينك تكرم عينك. لك تقبرني تقبرني انت وملافظك ما احلاها. معك شريط مريم فارس انا والشو موجود موجود الحمد لله يا ربي. ايه سيدي من اولها. وين هاي السكره اللي بتطري الحلقه؟ عندك بالتابلو. يا سلام، شو هالشوف الحلوه جار. شايف عندك مسكوت وشوكليته وبزر. تسمح لي دوق البزرار؟ ولو على حسابك ابو حمزه. على حسابك ابو حمزه. على حسابك ابو حمزه. لك يسلم لي حكيك، شو ناعم. يسلم. ليش وقفت هون؟ لقدام لقدام شوي. امشي امشي كمان 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 كمان. واقف هون عندك عندك عندك. يسلم هودي يا جار. شكرا حبيبي. الله معك يا روحي.
عم على هالقصة هي شو هاد؟ خمس امتار ما عاد يقدر يمشي؟ خير أيمن، شايفتك كانت حبيبي، في شيء؟ لا سلامتك حبيبتي ما في شيء، بس أنا بصراحة كل يوم الصبح عم بتضايق من جارنا أبو حمزة، ما بعرف شو بدي أقول لك، صار له جمعتين دبقاني. كيف دبقانك يعني؟ يعني كل يوم الصبح عم بتصبح بخلقته، ومو بس هيك، أخذ وش زيادة وفرض حاله علي فرض، وكل يوم الصبح بتأنزع جنبي بالسيارة مشان أوصله بطريقي، بصراحة أنا صاير عم بتكهرب منه. طيب أنت ليش لحتى تعزمه وتطالعه معك؟ اتركه شو بدك فيه؟ ومين قال لك اني عم بعزمه؟ الله وكيلك كل ما بنزل لتحت الصبح بلاقيه جنب السيارة، كأنه نايم جنبها. طالما هيك، أنا من رأيي تتأخر لك شوي اليوم، بركي بيزق على دمه وبيروح. هيك قلتك؟ إيه طبعًا، لأنه مو معقول يضل ناطرك، بخاف يتأخر على شغله، ولهالسبب بيروح. على كل أنا متأخر نص ساعة، ماشي. بدك شي حبيبتي؟ سلامتك. خاطرك. الله معك. لا لا يا جار، هيك ما بصير منوم. ليش يا سيد ايمن؟ ليش همستك عالية اليوم؟ بصير هيك؟ تأخرت علي كتير. ليش هيك يا منظوم؟ هاي سجلناك مخالفة ها؟ صباح الخير يا امان. شو بنا؟ افرد لي هالوش بقى. شو بقى؟ اذا ما خاب ظني متخاني انت والمدام بالظاهر، مو هيك؟ خدعتك والله تقول ابو حمزه جارك وحبيبك وما في شي عليه بيتخبى. تناقرتوا؟ اه تناتفتوا؟ شو؟ لا لا ما في شي من هذا. الحمد لله وميت الحمد لله. ليش نحن بنتمنى غير هيك جار؟ على كل حال، شو كنت عم اقول لحالي قبل ما تجي؟ كنت عم حاكي حالي وقول يا أخي أيمن حر بنفسه، إمتى ما بده بيروح على شغله، إمتى ما بده بيرجع من شغله. بس الحسرة علينا نحن الموظفين، الله وكيلك بيحاسبونا على الدقيقة. صحيح صحيح، معك حق. صحيح معك حق، لك يسلم لي حقك. شو لذيذ، منين بتجيب هالكلام أنت منين؟ بتحبك وحبك. ولا يهمك حبيبي، وهي زتيناها من الشباك. قال اعمل خير وزت بالبحر، المنيحة مع الله. شو القصة جار؟ إذا ما خاب ظني بنشرنا. Thank you.
سيد أيمن كنت ساعدتك أنا. ها لا تقول أبو حمزة ما خطر على باله يساعدني، بس مو حلو يروح على شغلي وإيدي وسخة. يعني أنت ما بتريده. وقف 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 لحظة. تعتاح خير؟ شوفي الله يرضى عليك، نسيت الشريط بالمسجلة. هذا شريط لمريم فارس، أنا وشو كتير بحبه. ايه هذا هو. وينك؟ الله يرضى عليك، بكرة لا تتأخر، لا تعمل مثل اليوم. اليوم سماحة بس بكرة ترى حسابك عسير. الله معك حبيبي، مع السلامة. مهوني روحي. صباح الخير جار. خير ابو حمزه؟ شو في؟ لا تفكر اني عم دق على بابك مشاني، بس قلت ليكون اخذك انه مو تتاخر على شغلك، لانه اذا نحن ما فكرنا ببعضنا جار مين بده يفكر فينا؟ الله ما حدا سائل. بقالت لحالي لازم فياك، لازم، لانه اول امبارح اتاخرت 7 دقائق ومبارح 11 دقيقه، بس اليوم بصراحه اتخنت كثير. لا تاخذنا دخيلك، يلا جاي جاي. لا تاخذنا دخيلك، جاي جاي. تسلم لي هالملافز ما احلاها. العمى على هالغلاظه، شو هاللزقه هي؟ طول بالك حبيبي، طول بالك. يلا بخاطرك، بدك شيء؟ سلامتك، مع السلامه. وقف لحظة أيمن، وقف. أبو سعيد؟ يا أبو سعيد؟ أهلا وسهلا. أهلين أبو حمزة، أهلين وسهلين. تم يا عيني تسلم لقلبي. الله وين ما عم نشوفك يا حبيبي. بالله يا دي يا فوت فوت. طلع طلع فوت. أهلين وسهلين. أيمن المحارم، أيمن شناتي، مستودع عامل أنت سيارتك كمان. يلا يلا حبيبي، امشي امشي لقلك، امشي روح. شو ابو حمزه؟ مبروك، شايف صار عندك سياره. لا وشوفير كمان يا درسان، والله تستاهل يا عمي. شو يا شايف سواته؟ هات ايدك والحقني. شايف شايف، الله يصلحه. سناء يمكن هذا ابو حمزه. تصرفي تصرفي انت. خلص ولا يهمك، انا بتصرف. نعم، شو بتريد؟ وينه هالمنظوم؟ أنو منظوم؟ أنو منظوم يعني؟ جوزك؟ إيه هلأ راح، طلع يعني. لك شو راح ما راح؟ إيه شو شايفتيني ولد صغير قدامك؟ ليك سيارته واقفة تحت. مزبوط، بس السيارة إلي يومين معطلة، وأيمن عم ياخد تاكسي ويروح على شغله، بأخد تاكسي مثله وروح أنت التاني. ليكوا على الحكي اللي ما بينسمع. شو الله جبرني انا اخذ تاكسي؟ يعني لو كان قايل لي قبل بسلف كنت تصرفت، كنت ركبت ميكرو، كنت تكيتها مشي. يعني كان المفروض يخبرني انه سياره معطله لاعمل حسابي، مو هيك بيقول الذوق يا اكابر يا اصحابين السيارات؟ عشنا وشفنا والله. شو بقول افندي عمي بعبيع؟
ايش بعرفني، طلع خلق لانك ما وصلته. خلص حبيبي، انت كمل فطورك ولا تهز بدنك، ما في شيء بيستاهل. هي صار ماضي نص ساعة، قلتك بيكون راح ولساته عم يستنى تحت؟ لا، شو عم يستنى؟ أكيد زق على دمه وانقلع. طيب، معناتها خليني أتيسر أنا التاني كمان. شو راح تطبخي لنا اليوم؟ راح أطبخ لك إنجنار ورز، شو رأيك؟ يا عيني، أطيب أكل بالعالم. يلا بدك شي؟ سلامتك. بخاطرك. باي باي. شو يا؟ بلاقيها اشتغلت. خير؟ أمر؟ في شي؟ طبعاً في كل شي، ولا تفكر إني واقف لك هون مشان أركب معك. الله لا يعيز عبد لعبد بجاه، كل مين إله جاه عند الرسول الأمين. بس أنا واقف هون حتى أقول لك إنه الحمد لله، نحن كرامتنا غالي علينا كتير حبيبي، وما منفرط بكرامتنا بسهولة مهما كانت الأسباب والدواعي. ولك حبيبي هاي السيارة إلك، ملكك، مطوبة باسمك، وهبني إياها عميل معروف بقى. ولك شو ملكي وما ملكي؟ لك شو عم تخبص أنت؟ فتح عينك عد قرص العجوة. نحن يا روحي لا بعيننا سيارات ولا ميارات، سيارات الدنيا كلها ما بتغبر على صرمايتنا، فهمان؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم جيبك يا طولة البال. لك واقف عندك، واقف! شبك العمى ضربك، لسه ما خلصت كلامي. العمى؟ العمى شو قليل ادب. لك كبوس ايدك يا اخي، مشان الله شو عملت لك انا؟ مشان الله اعطيني بقى. يا حرام يا حرام، ما سوى شي الزلمه يا اختي، القطب ياكل له عشاء وما بيقول له بست. اسمع لك ابو حمزه، انا متاخر على شغلي ومالي فاضي لهز البدن، بقى بعد من طريقي خليني اتيسر. ولك انا بس بدي افهم شغله واحده بس، انت شو مفكر حالك يعني؟ يعني ما في غيرك بالبلد عنده سيارة؟ ها، ولك الزبال صار عنده سيارة، بقى ليش رافع منخيرك كل الأد؟ أصلاً أنا لما بركب معك بالسيارة بغط على قلبي من الروايح يلي بتزلع المصارين. يخرب بيتك، يخرب بيتك على هالريحة تبع سيارتك، كلها بسكوت ومسكوت وشوكولاتة ومكلاطة وصنة وفنة. لك يا أبو حمزة أنا بشو؟ لك ليكون مفكر حالك راكب مرسيدس ولا روز رايز؟ فعلا يا عمي سيارات بتلبق لناس وناس. رحمة الله عليك يا أبي لما كنت تقول حكمتك المشهورة الناس معادن. الله يتغمدك برحمته، منين كنت تنكش هالحكم؟ فعلا الناس معادن، وانت يا بخش القلب هلأ بينت على حقيقتك، هلأ انكشف معدنك، تاري معدنك فالصو مصدي تنك خردة المامي. حسبي الله ونعم الوكيل على هالقصة. ولك يا عمي انت مين مسلطك علي؟ وينك؟ قسما بالله انا لما كنت اطلع معك كنت اطلع جبران خاطر وبس، هيك قلك؟ الله وكيلك ووكيل السماء والارض، كان قلبي يلتعي وانا عم سليك وعم جيب لك شرايط وعم سمعك اغاني ومريم فارس وانا والشوق وضيفك مسكي وبزر ودخان وركبك على كتافي وانت عم ترفس مثل الحمير الطرادي، وعلى طول قالب خلقتك وما عم تتحاكى دستور من خاطرك. لا ومو بس هيك، مدري كم مره خليتني استناك واتاخر على شغلي، وانا شو عم اقول لحالي؟ معلش ابو حمزه، معلش خطي، مو بقصده، اكيد مو بقصده. لا تخانقوا، يخرب بيتك وبيت بيتك، لك واخرتها معك. لك شو الوقت عندك انت؟ ما له قيمه؟ ولك الاجانب بيحسبوا الوقت بالدقيقه بالثانيه. ولك بس بدي افهم شلون نجحوك بالجامعه انت؟ شلون؟ على كل حال ما بدي طول بالحكي وقلعي قلبي معك، بس تأكد يا أيمن الزفت انك مو بس خسرت جار، بالعكس انت خسرت صديق كان ممكن يعينك، خسرت انسان كان ممكن يوقف جنبك. ولك يخرب بيتك، انت خسرت عمرك، خسرت حياتك. ولك تفه عليك يا قليل الاصل والادب. شو هالانسان هاد؟ معقول يشاركني بسيارتي بالزور؟ لا ويا ريت دافع لي شي من جيبته، لك سم الموت. العمى العمى، منين متعلم هالعادة هاد؟
قولكم في بلدنا هيك نماذج؟ الجامعة 1970 بس بدي افهم شلون صارت هي. لك بتصير ليش حتى ما تصير؟ يعني انت من وجهة نظرك بتلاقيها معقولة؟ هلا بس بدي افهم انت ليش مستغرب كل هالقد؟ الله وكيلك انا ما درست ولا كلمة، واصلا كتاب المادة كله على بعضه وماني مشتريته. ما كنت حاطة ببالي يعني إنه أقدم المادة بالدورة الأولى، بس حضرة جنابك أقنعتني وقلت لي فوتي وقدميها، ما بتعرفي شو بيصير معك يعني، بركي إجتك الأسئلة سهلة. هذا اللي صار معي ولهالسبب فت وقدمت المادة. إيه ما اختلفنا على هالموضوع، بس معقولة أنت اللي ما رضيتي تشتري الكتاب تنجحي بالمادة وأنا اللي نقلتك إياها حرف حرف أرسب فيها؟ وعم تضحكي كمان؟ إيه شو بعمل لك إذا الله بيحبني وحظي حلو؟ ايه طبعاً حظك حلو والله بيحبك. شو قصدك يعني؟ معلوم لو ما كان حظك حلو والله بيحبك عن جد ما كنت تعرفتي على شاب ظريف مثلي. بالله شو؟ قصدي انه انا اللي حظي اسود مثل الزفت. شو قصدك عصام؟ قصدي رسوبي انا بالمادة، وين راح فكرك لبعيد؟ ها ايوة اذا هيك ماشي الحال قبلاني. بيتنا 1974. خلصوني يا مدام، شو اعتمدتوا؟ انا خلصت تركيب البداية وما بقى علي غير تركيب دوش الشطافة، بقى شو وين ركبوا، على اليمين ولا على اليسار؟ طول بالك طول بالك، ليش وصلتك محروقة؟ ما بدنا نعتمد بالاول؟ اعتمدوا يا خانم بترجاكي، داخل اجوا من الشوب، بقى وين ركبوا؟ على اليمين على اليسار. العقل بيقول انه الدوش لازم يتركب على يمين البني ادم مشان يستحكم. يوه والذوق بيقول انه ما بصير ينحط الدوش بنص الحيط حتى ما يشوه المنظر. اذا قبل العرس بيوم ام العريس عم تأمر وتنهي وتتحكم، شو بتصير بعدين؟ خلص ماما قال شو مالهم بالقصر الا مبارح العصر بدنا نركبوا حيطنا. قصدك مالهم بالقصر الا من بكره العصر ماما، لانه بكره عرسي. شو اعتمدتوا؟ بقى وين نركب الدوش؟ طاش حجري. عصام شو عم تساوي عندك؟ يلا جاي. جنينة سنة 1977. يسلموا ايديك. لا تاخذنا عذبناك معنا. شكرا. بتعرفي شو عم يخطر ببالي لك ميادة؟ شو عم بيخطر ببالك؟ عم يخطر ببالي اني ربي كرش عن جد. لك لا شو تربي كرشك؟ أصلاً أنا ما بحب الكرش للرجال. معك حق، بس أنا بدي ربي كرشي مشان ما تزعلي على حالك وأنت بهالمنظر. بالله شو؟ كل هالقد منظري بشع؟ يعني تعاطفاً معي؟ طالما أنت جنبي ما في شي بهالدنيا ممكن يزعلني بنوب، اطمن يا أبو. صحيح شو اعتمدنا مشان الأسماء؟ يعني عم بقول لحالي بدرب حالي من هلأ، أبو إيش نادي لك؟ محسومة المسألة، أبو وليد على اسم أبي. هلا انت كتير واثق انه رح يجينا صبي؟ ليش في احلى من الصبي يا بنت الناس؟ إيه لا سيدي ما حذرت، هلا انا بتمنى من رب العالمين انه يبعث لنا بنوته حلوه واموره بتشبهني. يعني ما بتتمنى تجيب بنت بتشبهني؟ إيه انا وحده مدوختني السبع دوخات، بقى كيف اذا صاروا تنتين اتحوره. الف وتسعمية وثمانين. الله يخليك لا تصورني، ما بدي اتصور. حبيبتي ليش ما بدك تتصوري؟ انا بعرفك تحبي تتصوري كثير. ايه مزبوط كثير بحب اتصور، بس انا هلا اول شيء منفخ من الحمل، يعني مو خرج تصوير. والله بعرف، بس شو بدي اعمل؟ لازم اخلص الفيلم وانا وشي منفخ.
انت اللي عم تقولي يا مو انا. ايه بسيطة، الله يسامحك. ايه يا تحريشك يا رزان، والله نقصتيني. شو عم تعملي هون لك بابا؟ بابا فيني نام عندكم؟ لا حبيبي ما فيك تنامي عنا لانه منخاف ترفسي بطن الماما. لا بابا ما رح رفس، الله يخليك خليني نام عندكم. لا حبيبتي قومي على تختك قوام، اذا في الصبح وبلاقيكي نايمه هون بتختنا بدي ازعل منك كثير. يلا بابا تصبحي على خير. ماما حبيبتي ليش نايمة هون تقبشيني؟ قومي قومي على تختك قوام يلا بسرعة. بابا بابا شو يا بابا؟ قوم على تختك. شو هالحكي؟ إذا بكره فقت لقيتك بتختي بدي ازعل منك. ايه تعي لهون، قاعدة تزعل مني. ايه تعي نامي جنبي. عصام وين غطيس؟ يلا يلا حبيبتي جاي دقيقة واحدة بس. مدرسة رزان 1990. حاسس حالي اسعد انسان بهالدنيا، تقبرني على هالوقفه باحلاها. تسلمي لي يا رزان، ربك عصام مو احلى وحده بين كل رفقاتها؟ فعلا يا مياده، ليكي شو صايره عم تشبهي؟ عم تشبهني انا؟ يعني انا حلوه؟ انت ست الكل. صورتنا بالحمام سنة 1998. ولاكم حبيبي سلموا لي علي طمنوني. ان شاء الله نايما سلفا. ينعم عليك يا روحي. تعرف انه معك حق بحلق دقنك؟ ليش بقى؟ لانه ابننا طلع دقنه ما شاء الله. مزبوط، ابننا صار شب ولا كل الشباب، شب بيمزع العقل. شو بفهم يعني بتحبه اكتر مني؟ معقول تحكي هالحكي لك يا ميادة؟ ما بتعرفي انه انت قلبي وروحي وحياتي وعمري وعيوني. بابا بدي مفتاح السيارة. لشو بدك مفتاح السيارة؟ وين بدك تروح؟ ما بدي روح لأرنة، بس بدي وصل اختي على المدرسة، راح عليها لوتكاو. هلأ انا ما قلت لك تحلق دقنك.
مكتبنا عام 2000. الله يسامحك، ليش صورتني؟ حدا بيصور الثاني غدر؟ صحيح غدر، بس بتطلع حلوة، طبيعية يعني. طيب ليش صورتني؟ سمعت مرة بنتك عم تقول إنه مشتهية تكبر لك صورة وتعلقها ببيتها حتى يستهابك الصهر، وصدقني راح تطلع شبوبية بتاخذ العقل. ولك أنا شبوبية هي اللي عم تحكي عنها؟ مالك شايف الشيب كيف غطى شعري وسكسوكتي؟ أوكي يا سيدي، كلنا بالهوا سوا. ايه اهلي حبيبتي، طبعا راح امرق جبلة لبنتنا بقت الوردة اللي راح تحملها بايدها. ايه معقولة انسوا اليوم عرسها يعني؟ وشلون عرفت انه انا اللي على الخط؟ لاني عم بهدس فيكي. الله يخلي لي اياك وما يحرمني منك يا حق. الله معك. ما تاكل هم، قبل شوي اتصلت بكاتب المحكمة واكدت عليه. معقولة انسوا عرس بنتنا اليوم؟ وكيف عرفتي انه انا اللي على الخط؟ إيه لاني عم بهدس فيك. ولك يسلم لي انا اللي عم يهدس فيي. اجي ساعدك حبيبي. بيتنا 2002. تعرف ليش صورتك يا ابو وليد؟ لا والله ليش صورتيني ما بعرف. بدي ابعت الصورة لابننا على كندا. بدك الصراحة ام وليد، حاسس انه هالبيت فضي بعد ما تجوزت بنتنا وابننا وليد سافر على كندا. الصغيرة الله يسلمها شي بالمدرسة، شي ملتهية بدراستها. ما بعرف شو صاير لي، كل ما بفكر بالموضوع بحس حالي متضايق، بحس انه في شي طابق على صدري. سلامتك حبيبي، سلامة قلبك ان شاء الله. وين غاطت عصام؟ والله شغلت اللي بالي، صار لي ساعة بندهلك. يا ستي وقع الألبوم من بين الكتب على الأرض، قلت لحالي هات لأتصفحه. اشتقت لهم مو هيك؟ بتحبهم أكتر مني؟ كيف بدي أحبهم أكتر منك؟ لك أنت روحي وعمري وحياتي وعيوني وقلبي، كنت معبي علي كل حياتي. قلتك بيكونوا زعلانين مني؟ لا ولو، ليش لحتى يزعلوا منك؟ إذا بيحبوك بيفرحوا لك، يعني هنا شو بدهم أكتر من إنك تكون مبسوط؟ وأنا هيك كمان عم أقول لحالي، ولا شو رأيكم؟